أصدرت المجالس المحلية لأحياء بنغازي بيانا أيدوا فيه قرار القائد العام للقوات المسلحة بتسليم الموانئ النفطية لشرعية مجلس النواب واصفينه بالقرار الشجاع. المجالس المحلية لأحياء بنغازي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن المجالس المحلية لأحياء بنغازي نترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين ضحوا من أجل تحرير الهلال النفطي من قبضة المجموعات الإرهابية الممولة من قبل الإخوان المفلسين بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة للقوات المسلحة العربية الليبية. كما نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وعودة المفقودين، فإن المجالس المحلية بنغازي تؤيد وتبارك كامل الخطوة الشجاعة التي اتخذتها قواتنا المسلحة العربية الليبية بتحرير المنشآت النفطية والهلال النفطي وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والمنبثقة من الحكومة المؤقتة. هذه الخطوة التي تهدف إلى صون حقوق الليبيين جميعا دون استثناء في إيرادات النفط وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. حفظ الله ليبيا وقواتنا المسلحة العربية الليبية. المجالس المحلية ليبيا.